صرح مصدر مسؤول بجامعة الأزهر للحياة الآن عن صدور قرار بفصل 11 طالبة من المدينة الجامعية اليوم لتورطهن في أعمال عنف وتظاهرات لتعطيل الدراسة، فيما قام أمن إدارة جامعة الأزهر بجمع كراسي وأدوات الفراشة الخاصة بالعزاء الذي أقامه الطلاب أمام كلية طب بنين الأزهر وقاموا بإبلاغ الشرطة لإثبات الحالة وتحرير محضر. كما تم رصد عدد من أسماء الطلاب المتورطين في إقامة السرادق داخل الحرم الجامعي تمهيدًا لمحاسبتهم. في سياق متصل قامت طالبات منتميات لجماعه الاخوان باحتجاز عميده كليه دراسات اسلاميه في مكتبها عقب قيامها باحتجاز طالبه للتحقيق معها كانت مشاركه في مظاهرات اليوم. الحياه الان مستمره معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل فقط ابقوا معنا.